من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية، ومن أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر التي تمكننا من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، فقد دخلت مصر عصرا جديدا نحو أمال واعدة وأفاق مشرقة للمستقبل لبدء تحقيق الحلم النووي المصري. فهذا التاريخ هو بالحق يوم عيد للمصريين جميعا وللقطاع النووي على وجه الخصوص. فمنذ ذلك الحين انطلقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق الحلم على أرض الواقع. السيدات والسادة الحضور، إن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها وكذلك الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات. واستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلا عن مزاياها التنافسية العالية وإسهامها ضمن مزيج متنوع متكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها تحقيقا لخطط التنمية المستقبلية. السيدات والسادة، أتوجه بأسمى الأمنيات للقائمين على مشروعات البرنامج النووي المصري، وبصفة خاصة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالطبع، داعيا الله بالتوفيق وسداد الخطط لتحقيق الرفعة والتقدم لمصرنا الحبيبة تحت قيادة باعث نهضتها وقائد مسيرة التنمية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله.